قال له منرد من صيد. قالت له بالأخير شو؟ قال له برد بطعميك سمك. قالت له بعدين بعدين. قال له بطعميك يمشوي. قالت له بعدين. قال له بعمل لك منسف سمك. ايه وبعدين؟ بعمل لك مربى سمك. بعدها قال له بنعمل طاجين سمك. قالت له بعدين. قال له بنعمل شوربة بالسمك. قالت له يعني آخر شيء أنت ما بدك تنام معي؟ طلع في اللاصي قال له أنت حقيرة روحي كملي لك. فكرتك ما حتخلص أكلات السمك. إذا بدك في لسه كتير أكلات. لوين هلأ؟ لعند اللاصي.